جيرمي بصراحة ارفع الصوت ديالك بصح، راك تحس براسك راك مرتاح؟ ها تعبوني. مشكلة راك فيه صراحة، الصراحة بصح بصراحة هاد المشكل هذا اللي راك فيه مراكش مديرونجيك، مديرونجيك مديرونجيني مشكلة هادي والله الا مشكلة راك فيها، ودهن لك الزيت بالليل غادي يوصل عليك شي نهار، شي نهار تلقى راسك محروق ياك، ويلي ويلي ويلي. ها اسمو فوي ولات يو وي ويلي، كيفاه غاديش نتحرك؟ ما غاديش تحرق بصح. نسولك تعيش انت في هاد الضنك هذا وهاد الهم؟ ها جنون بحالك عايشين برا يعني. ها اللي قابت شي كهف، ها اللي قابت شي مقبرة، ها اللي قابت شي زبالة، ها اللي قابت شي مرش، ها اللي قابت شي حيوان، ها اللي راه يطير، ها اللي راه يصل ويجول، ها اللي قابت شي ركنة ومكمش، ها اللي راه في شي قوطي، ها اللي راه في شي غابة بخير. ولي الصالحين لم يكون مساجد، واش كاينة المكينات؟ وانت زامط راسك دهلك الزيت بالليل، سمعك القرآن يا ربي يا ربي والبقرة بالليل، وش كدير فيك البكا الآلم الآلم؟ علاش 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 تلقي براسك لهاد التهلوكة؟ يلا أخويا مالك انت على هاد التهلوكة هادي كاملة؟ واش راه داير لك هاد الساحر هذا كاع اللي صيفطك؟ اه جاوبني جاوبني جاوبني، قول لي تراني نكذب عليك صراحة. جهد صوتك رفع. اه زيد لهنا شوي، زيد لهنا وجاوبني بصراحه. انا عطيتك الميكرو سيدي كاع، يلا راك مرج. اه شي حاجه عطيتك الميكرو، انا كبرت بيك كبرت بيك ولا ما كبرتش بيك؟ نسولك وجاوبني بصراحه، ما كنت ماكش مريض بهذه الحاله هذه؟ مريض مريض مريض. انا شفيتني انا بغيت لك الخير، انا بغيت نفيقك من هذه الغيبوبه اللي راك فيها، راك في غيبوبه دروك، راك مغمى عليك. اه ما راكش مرتاح، راكي تكذب راسك وتقول راني بخير، واه ولا لا؟ صراحة الصراحة راكش بخير. واش الجن كان ترونكيل عايش بوحدو بخير، يصول ويجول يمشي فين بغا، يطلع فين بغا، يهبط فين بغا؟ خطرة وحدة توكل بسحر كاين ولا ما كاين؟ خطرة وحدة تكون مرا. ايوا ديك المرا مسلمة. مسلمة يا ربي يا ربي على مشكل، هذا مشكل ولا ماشي مشكل؟ كان كانت يهودية ولا نصرانية تسلك ياك؟ لا توزانية ولا مجوسية ولا ماسونية ياك، ولا شي ملحدة كتعتقد بلي ربي ما كاينش، ولا شي وحدة ساقطة لاقيطة؟ ها ها كنقول لها شكون الصوت ديالك؟ انا نوسوس ليها ونقول لها واش تقول؟ كاع خلق هذا الله اللي خلقك شكون؟ تقول لها يا سبحان الله باش تسلك من هذا المشكل اللي راك فيه وتكفر هي مسكينة. وخويا عندك الحق، نوسوس لها تجيها واش تقول لها؟ شكون اللي خلق كاع هذا الكون؟ علاش تي كاع زاديتي؟ علاش كاع كاينه في هذا الكون هذا كاع؟ ومين جيتي كاع؟ وربي ما كاينش وريهني يلا ياك، هاكا تقول لها مسكينه وتعاود ليا بحال هذا الصوالح، تقول لي ودي راه كيجيني شك في الله عز وجل، كنشك بلي الله ما كاينش. اه اسمو ديال الماسونيه، زيد لهنا زيد لهنا شوي، زيد زيد لهنا زيد لهنا زيد يا بني زيد لهنا سيت اللي هنا، بغيت تدخلها في الدين تاع الشيطان، بغيتها تعبد الشيطان مزيان. والشيطان كاين يرى بالعين مجردا نشوفه يوقف علينا بخلقته وشكله، ايوا كذلك حتى الله ما نقدرش نشوفه. سبحان الله سبحان الله عز جاره وجل ثناؤه ولا اله غيره. بصح نقول لك واحد الحاجه، افير زينه هذاك خدام عليها باش تهنى خصك تشككها في الله ياد، هادو مجنون خصك تقول لها ربي ما كاين. لا ماشي كلشي راه، لا 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 تخبى كلشي وشا، كلشي تخبى كلشي يكذب كلشي 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 يكذب كلشي يتخبى مزيان. بصح نسولك عاوتاني نقول لي الصراحة، ما توحشت هكا تضرب دورات خرجت تعيش بوحدك حر طليق؟ ها خدمتي راك دير سمو؟ خدمتي
خدمتي. وهاد الخدمه هادي زعما ماكش حاس براسك مقهور في هاد الخدمه؟ بصراحه نكون واقعيين، ما كنت عايش حر طليق حسن؟ واه ولا لا؟ واخ، وكتظن بدخل في وحده وخرج في وحده وتلصق في الجسم ديال الانسان وتشبت به وتقعد فيه سنين، كتحس براسك مرتاح؟ اه بصراحه لا. اه لا علاش علاش علاش؟ قول لي انت علاش. ما نقول لك انا علاش. الحريه. انا نعطيك مثال، نعطيك مثال، كتاكل على القنا ديالك ولا على القنا ديالها؟ كتاكل هي بالشهوه ديالها ولا ديالك؟ ديالك. لا نعطيك مثال، هي عندها فطور وغدا وعشاء ياك، داك الفطور وداك الغدا وداك العشاء كيكون بالقنا ديالك؟ مرات مرات مش حال كاع نديرو 1%، 10% سيدي مليح. كتبغي هي تفطر اتاي والخبز، كتفطر اتاي والخبز او لا؟ لا انت كتقدر دير اتاي والطورطة، تقدر دير اتاي والبيتزا، تقدر تفطر باللوبيا والعدس. لا يعني كتفطر على كانتها. دابا شكون دابا شكون راه شكون راه عايش؟ انت تبغي الملحه بزاف؟ نسيها فيها، تخليها دير وشا نسيها في الملحه باش ما ديرهاش، تخليها طيب الغدا ما ديرش فيه الملحه. ولكن نسولك، راك تسوفري هكا ولا لا؟ خصك ديما تضرب الحساب، عندك طيب الغدا ودير الملحه ياك؟ عندك طيب الغدا ودير الملحه، عندك طيب الغدا ودير الملحه. الفطور اتاي خصها تكثر السكر ياك، الحلاوه الحلاوه يا ما تبغي السكر تنسيها ودير السكر. واش ها ما كديرش السكر مزيان؟ وانت ما خصكش الملوحيه صافي، مشكله. ولا دارت الملح شي نهار ونسيت انت، ويك ويك ويك، لا مشكله، النار تبقى تهبط معاك ياك، العافيه العافيه تهبط لك مع ملاحشة والامعاء ديالك. واه ولا لا؟ مش ها مره جابوه في قاعد الدار، جابوا فقيه للدار وعطاها الملح، شرب الملح، مشكلة. وشربت الملح وضراتك الملح، حول ولا قوة. وش بالك نقولها ما تزيدش تدير لك الملح؟ ها شوف ما راحش تسمع دروك، انا غادي نقولها ما تزيدش تاكل الملح. وش بالك نتعاون معاك صافي؟ انا غادي نقولها سيدي واش ما تزيدش تاكل؟ انا غادي نعاونك بصح ما تخليهاش تسمع الحوايج اللي ضروك، غادي نحيدوهم عليك صافي. الحاجه اللي ديرونجيك نحيدوها عليك من الطريق، الملحه ياك نقولها ما ديرهاش في الغداء والعشاء. الملحه ممنوع الا بغيتي تبراي نقولها، بصح عندك تسمعنا ياك. زيد واش اخر؟ الزيت. الزيت كي تزيد الزيتون؟ الزيت اللي عطيتها راه ديناها بالليل. الزيت بس عندك تسمعنا، خصنا نخدمو في صمت وسكوت، ما خصهاش تسمعنا. نتاع الدهين اللي كدهنها بالليل وتنعس، نقولها ما تزيديش تستعملي الزيت بالليل. هادو الحوايج كاع يديرون جيوك، راه كي غادي تفيق غادي نقولها ما تعاودش كاع تستعمل هاد الحوايج. نقولها ما تقراش القران، يلاه سيدي غادي نتعاون معاك انا، ما غادي نخليها لا تقرا القران لا دير ملح لا زيت. صبر ما تقراش القران بصفه عامه، راني كنقيد باش ما تقولش راني نكذب عليك ولا شي حاجه، وخصوصا الفجر. اشوف الا قلت لها ما تصليش الصلوات كاملين غادي نوقع في مشكل، غادي تعقبينا. واه ولا لا؟ واش واه ولا لا؟ بصراحه واه. الا قلت لها ما تصليش الصلوات كاملين تعقبينا، واش غادي نقول لها؟ نقول لها ما تصليش الفجر ونبقاو نقصوا شويه بشويه، موراها نقلعوا العشاء حيت العشاء واعر ياك. اصبر نقطه بنقطه، نقول لها ما تصليش الفجر، الفجر بالخصوص نبداو به حقاش مشكله. هاي ما غاديش تصلي الفجر، حنا قلعنا لك سيدي، قلت لي ما تبغيش الملحه وانت كتنسيها وقيت الغداء والعشاء باش ما ديرش الملحه في الغداء والعشاء حيت كديرونجيك. تنسيها فاش؟ الملحه في الخبز. الملحه في الخبز، تكطيب الخبز ما تخليهاش دير الملحه في الخبز. المهم انا غادي نقولها الملحه في الخبز والغداء والعشاء ما تعاودش ديرها باش انت سي شمهاروج تبقى على خاطرك. شمهاروج لا ميمون بعدا؟ ميمون. اه ميمون، وصحت لي شمهاروج انا. ميمون سيدي، ميمون يا سيدي ميمون، غادي نتعاون معاك وانت غادي تعاون معايا.
نديرو مزيان، نديرو الخير، فهمتني؟ انت راك كتآدى، واش انا غادي نبغي عليك تآدى؟ انت راجل بحالي بحالك وهي وليا، ياك؟ ورجال للرجال، مفهوم اللحية تهز اللحية، ياك؟ حنا غادي نتعاونو في الخير اسيدي، حنا غادي نديرو لك، غادي نسهلها. اوكي انت كتسمعنا، ماغاش تسمع دركا؟ لا. مزيان صافي، غادي نبين لك الصدق ديالي باللي انني صادق، وغادي ندير معاك التصرف اللي واش غادي نقول لك. غادي نبدي معاك بروغرام جديد، وغادي نعرفك هنا واش انت ولد الناس ولا ماشي ولد الناس، ولد الجنون ولا ماشي ولد الجنون. ما تقراش القران، ما ديرش الملحه في الماكله في الغداء في العشاء، ما ديرش الملحه في الخبز، الزيت اللي كدهناها باللي راه ديرو نجيك. وما تنعسش مع راجلها. هاد النقطه كبيره. تكلم ماشي نسمعك. هاد النقطة مال الصوت ديالك، وانا باش نسمعك انا. شكون اللي ما يضربك؟ والله ما نضربك، بالله ما نضربك، صافي اقسم بالله ما نضربك، ثق فيا صاحبي. كمل الهضره ديالك صاحبتك، تقع الفقهاء كيف كيف ولا يا. لا صاحبي، ترك حاسب كاع الفقهاء يضربوا وكذا والقران. انا غادي نخرج معاك بروان دي بروغرام جديد، هذا ما كانش. غادي نقطع انا وياك واحد العهد ان شاء الله، نتفاهموا صافي. انت غتخدم معايا صافي، تخدم معايا ميمون. عندك جاه، عندك رتبه، عندك رتبه في ممالك الجن وكذا، عندك جاه، عندك قوه، سلطه. انت باشا، تبارك الله، ربي عطاني باشا جابوا لي بين يديا، وانا ضايع وانا مكرفص مع الجنون، وانت باشا وقدام يديا نضربك. ترك كنز ثمين عطاني الله، انت ما خصنيش نفرط فيك، انت راك تشلى بالفلوس يذبحولك. انا نسولك سؤال، انت انا عارفك باللي قادر تخدم معايا بلا ذبيحه، انت انا غادي نتعاون معاك. ما ندي نقولها ما ديرش الملحه في الماكله، ما ديرش الملحه في الخبز، ما دهنش الزيت، ما تقراش القران، هادشي طلبته مني انت. نقولها ما تصليش الفجر، الفجر مشكله، الفجر مشكله. تعرفي علاش؟ لقاش النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. كيما درت هكا واعره. عاود لها باص عليك نيشا. الفجر سبحان الله، النبي داك النبي ديالهم واعر، هاد النبي ديالهم يا خويا خطار بزاف كاع، واعر 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 والله الا واعر. ما قال لهم الفجر حتى، عرف علاش ياك؟ ارفع الصوت ديالك باش نسمعك انا، راه عندي هاد الودن طرشه. عندي هاد الودن صمكه والله الا مصغري مريضه، ما كنسمعش بلا سديت هادي ما نسمعش. ايوا هز صوتك عليا شويه. ميمون ياك؟ الباشا ميمون. انا غادي ندير معاك هاد الشيء، وانت غادي تخدم معايا ياك. بصح اسمعني، انت هاد الحوايج هادو راك تقول لي، هاد الحوايج هادو ما راكش باغيهم نتايا، اللي راهم ديرونجيك واللي راهم معصبينك والله مخليينكم ديرونجي في الحياه ديالك في هاد الجسم تاع هاد المراه. انا هاد الحوايج كلهم ما تشي بقاو، وغادي ندير معاك زوين، غادي نبقى نقلع لها صلاه مرسله. كي جاتك تلقى هادشي عندك فقي؟ تلقى هادشي عندك راقي؟ لا. غادي نخليها تكفر. نعمه هادشي ولا ماشي نعمه؟ هادشي راك تدور عليه. الحمد لله. السي الباشا ميمون غادي نتعاون معاه، وغادي يتعاون معايا، وتخدم معايا ميمون. واش باش انا غادي نعرفك بلي غتخدم معايا؟ اللي بغيت ديرها لي. الحمد لله. بغيت الفلوس توريهمني ياك، تعاوني. مهم انا بغيت الفلوس، بغيت الحبه العاقه، بغيت الدراهم، بغيت البينغ لارجو، بغيت الفلوس يدخلوني بالليل وبالنهار. وي ميرسي ميرسي سي جونتي ميرسي بزاف. نكملوا. نقولها ما ديرش الملحه، بصح هادشي يموت هنا تحت ميسي خلو الخبر من فوق. نقولها ما ديرش الملحه في الخبز وفي الماكله وفي الغداء، ما دهنش الزيت، ما تقراش القران، وما تصليش الفجر كيما قلنا. نقولها ما تنعسش مع راجلها. هذه هي النقطه المهمه، هذا هو الديرونجمون ديالك. المشكل الكبير انها كتجامع الزوج ديالها. واش بان لك اسيدي؟ انا نوعدك بلي مستقبلا غادي نحببها في الطلاق، غادي نقولها ما صالحش، وغادي نتعاون انا وياك ونتقفوه. وي يلاه اسيدي. وي وي الله يحفظك الله يعزك. وي العز بيك خويا. وي وي هادشي يموت هنا. ما يسقلو تحت الخبر. انا راني عند الناس، راني راقي، ماشي نخدم معايا الجنون، فهمتني؟ هادشي يموت هنا، يبقى بيناتنا. اتونسيو، شي واحد يسقلها الخبر. لا
اتونسيون يموت هنا لا راجلها لا الناس لا حتى حد لا انا راني راه قدام ناس راني راقي وكنقرا الناس القران صافي يعني غادي نعاونك وانت غادي تعاونني مفهوم يعني هادشي بقى في سر وصمت الحمد لله يلا زيد دابا ذكرت لي هاد الصح زيد الحوايج الاخرين اللي ما تقدش عليهم ديرونجينك في حياتك في هذا الجسم هذا قول لي غير الحوايج اللي راهم ديرونجينك وانا غادي نوريك الرجل اكيد بصح هادشي يموت هنا يموت هنا اعطيني وعد اعيدك انا اعيدك ان هادشي غادي يتعود هنا وغادي يتشتت هنا سير يلا سير زيد كمل هاد الحوايج ذكرتهم لي كاملين هادو كيدرونجيوكم معذبينك في حياتك نقولها ما تعاودش ديرهم ها يلا زيد زيد ومشيت بها عند السحره المشعوذين باش تبرا ما جابش الله التيسير اول واحد مشعوذ كبير واش اول واحد مشات عنده مشعوذ قال لها جيبي لي 200 فرانك ندبحو ذبيحه لا واش شكون هاد الاخر واش هاد المشعوذ واش قال له هذا ماشي مشعوذ هذا راه راجل زين واش بغيت الرقات انت ولا بغيت الرقيه بغيت القران اللهم هذاك ولا الرقات اه اللهم واش كاين هادشي ولا ما كاينش اللهم هذاك ولا الرقات اللهم يذبح لك ونشركوا بهذا الله هذا ولا ياك يا فيهم واش يا فيهم جيبوا لي نذبحوا فين كاين هذا السيد فين هذا الفقيه ما شاء الله فين سوسي فين مشاو لعندو سوق الفلاح فقيه سوسي في سوق الفلاح فقيه مجهد سوق الفلاح كي سميتو عبد الرحمن الفقيه السوسي في سوق الفلاح واش قال لها قال لهم انه راقي قال لهم جيبوا لي 200,000 ندبحوا ذبيحه في الضريحه في الضريح وفي الزاويه كما ها كي سميتو عبد الرحمن في سوق الفلاح قال لهم نذبح دجاجه كحله زيد جيبوا غادي نذبحوا دجاجه كحله في الاول ياك والزوجه جيبوا لي 200,000 نذبحوا في الضريح نذبحوا فين ما انا زاويه بعدا فين قال عبد الرحمن في سوق الفلاح هذا هو زيد السي ميمون الباشا ميمون عفوا هذا راه كنز تامي هذا راه التسليم ادرى انا نضرب انا حمق انا نضربه ولا ادرى ما خصنيش نقرا عليه ما خصنيش نضربه تسليم نعمه وانا في الفقر والهشاشه يا عباد الله وحنا ضل تقرا على بنادم قادر تخرج ولا ما قادرش نجيب لك شويه نتاع الجنون هنا مثلا مرة مريضه تخرجوا ولا ما تخرجوش بصراحه قادر تضربه يخرج كي دير تضربه طلعه من الرجلين بطريقه خاصه مزيان خويا انا نضل نقرا بالليل وبالنهار كتاب السنه ما انا على هاد الفضيحه صافي انا نجلس بلاصتي ونجمعوا نطوي عليا هاد الميكرو ياك التجاره نخدم انا وياك انت تعاونني ياك اخويا انا وليه انت راك حاس براسك كافر اخويا الا كان الكفر يجيب العاقه والحبه ماذا بينه واه ولا لا راني طايب انا راني مقطع كنستهزئ بك دركا باش بزاف ما كنستهزئ بك دركا هذا هو سوء الظن صحبت لك كاع الناس كيف انا راني طايب انا راني مقرد انا راه ما عنديش انا راني كاري نبيعها سيدي انا على الفلوس نبيعها وهاك اخويا مرحبا كيما قلت لي انا باغي اخويا تحرمني من هذا الخير هذا اخويا عقيده وريني اخويا هاد العقيده ما نفعتني في والو انا هاد العقيده ليس انت اللي قلت كاين موت اسمو ليس انت اللي قلت كاين موت اخويا نشبع في الدنيا ولا بغيت الموت تديني تديني اخويا نتعاون واه ولا لا كلشي كيموت اخويا واش حنا نعيشوا العذاب هنا والعذاب لهيه باز عليا الله يحفظك هاكا انا اول مره يقول لي جن باز عليك انا عارف ترسيب لي راني نقول الحق راني ضايع انا في هاد الحياه هادي ماني مستنفع والو راني مزموت ومكرفص كاينه ولا ما كايناش يا الله اخو نكملوا انت راك تظن بلي راني نستهزئ بك الا كتظن بلي نستهزئ بك انا غادي نريض وسير تروح ما تعاودش ترجع لعندي يا الله سيدي هادي زينه ولا ماشي زينه الا كتظن كنستهزئ بك نوض تروح صافي
الا كتظن بلي انا راني كنستهزئ بك وراني نضحك عليك وراني باغي نضيع معاك الوقت، ولا راني باغي ندير لك تسجيل لوح العباد الله، هذيك حاجه اخرى. مفهوم؟ نوض قاعد دركا وسير، الا ماكش تايق فيا وما تعاودش تجي لعندي، ولا جابها لي رجلها نقول له ما تجيبهاش، ولا راك تايق فيا جلس وكمل الهضره ديالك، ولا ما عجبتكش هاد الهضره نبدلوا الموضوع. رجله مفهوم؟ سير. اه لا لا واش لا تخرج صافي، بغيت تخرج. اه راك معايا الحمد لله، ثقت فيا بعدا، راك تايق فيا لهاد الشيء، انا بغيت انا نكسب الثقه ديالك. جربت خدمنا بالليل وبالنهار، اه رب العلي المريض نضربوا معاه شهر شهرين، وحنا قرا 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 ما كاين والو. واش واه ولا لا؟ اه ولا لا؟ رأيت الكثير الحمد لله، ألف راقي وجوج إبرة ولا واحد إبرة، مئات مليون راقي واحد ليبرة، البركة مشات. حنا دروكا فينا البركة؟ حنا خويا ما كايناش البركة بعدا، راك العاقة والكات كات والحبة والفلوس دايرة، واه ولا لا؟ كاين ولا ما كايناش؟ صافي الفيزازي. مالو الفيزازي؟ كيفاش الفيزازي؟ البدر مالو الفيزازي؟ واش دانا لشي فيزازي؟ حسبه والله وحسبه، الله يتوب علينا وعليه، والله يصلح حالنا وحاله. ها؟ انا باغي الحبه. فيزازي تا الفيزازي؟ فلوس لا فلوس. ما خصنا احنا لا فيزازي لا فلوس. الله يتوب علينا وعليه، والله يصلح حالنا وحاله، والله يسقد حالنا وحاله. ياك خلينا شوف نقول لك، خلينا من البشر. انا كتخليني نزلق ونقول لك الله يخلينا والله ربي وكذا، فهمتني؟ بغينا نهضروا مكان لا الله يخلينا لا دعاء لا بسم الله لا والو. صافي صافي سالينا نكملوا. انت راه قول لي الحوايج اللي باغيهم وانا غادي نتلبي، انا غادي ندير لك داكشي اللي بغيت. وعد، انا كنوعدك دير لي هذا الشيء اللي قلت لك. صافي لبي لك هذا الرغبه ديالك وتعاوني تخدم معايا، واخا كي طاير الطريقه اللي غتخدم معايا بها الباشا حمو اللي بغيت. بلاش، انا بغيت اخويا ندخل الفلوس باي طريقه، بصح اخويا ما بغيتش نخسر الفلوس ونبقى نذبح لعباد الله، ما بغيتش انا نوصل لهذا الشيء هذا. بغيت الحبه تدخلني وانا جالس، بغيت العاقه تدخلني وانا غير جالس غير جالس هكا، وانا الفلوس داخلين خارج بقاو يصبوا عليا من السما. ها وما بقاش نقبض الحديد غير القرفيه وطلع الفوق. ها سرق ونجيب؟ لا ما بغينا، احنا بغينا نخدمه. انت قادر تخرج جنون ياك، حيت انت باشا قادر تخرج لي صغار، حنا نخدموا مع الدراوش. هذا سحرت له مرتو متقف ياك، نقلعوا له تقافو. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. هذا مسكين سحرت له صاحبته باش يتزوجها والعياذ بالله، عنده يجي ندري واش هكا خدام عليه نحيدوه. خلينا من دوك الاسحار تاع الماسونيه، شوف اي حاجه عندها علاقه بالشيطان نبعدوه. حنا نخدموا مع اليهود والنصارى مليحه ولا لا؟ مع الجني اليهودي والنصراني، واي حاجه تقرب من الشيطان نبعدوا عليها، حيت هذيك خدمته ما خدتوش في خدمته، خدموا غير حدا رجلينا، حنا نلعبوا غير حدا رجلينا وندخلوا الفلوس. هادشي اللي راني باغي وانا نعاونك باش تبقى صافي. ونطلقوها من راجلها، المشكل اللي عندك هو راجلها، يديروا نجيك هادشي اللي قلت لك، غير راجلها تعصب، راجلها مشكله راجلها. اوف باش حمام ديرون جيه بنادم بنادم انسان ديرون جيه لا شيء في هذا المجتمع، والباشا حمو يبدو لا يلزمنا الحل اخويا. هذا الراجل ما خصوش يبقى، سالينا الهضره الهضره صافي سالينا، هالراجل ما يبقاش طلاق. نبداو بهاد النقط هادو ونكزو. اولا ما بغيتهاش تبقى تاكل الملح في الخبز وفي الغداء وفي العشاء، الزيت ما دهنش، ما تقراش القران، ما تصليش الفجر، خصوصا الفجر. الفجر عباد الله ما ادراك ما الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. زيد اسيدي وما بغيتهاش تبقى تنعس مع راجلها، زيد اسيدي حاجه اخرى راني معاك في الخط. اه داكشي اللي عندك ولا باقي حوايج اخرين زيدني اللي مديرونجاك، زيدها لي حطها لي على الطابله. واش واه ولا لا؟ واه كل واحد في الجنون سبحان الله عنده حاجه كديرونجي. كاين شي وحدين لو كان تعطيهم الملحه عادي عندهم ياك، مبغيوش واخا، ولكن كاين بعض الجن اللي عندهم الملحه عادي بالتجربه من خلال مع الناس، كاين بصراحه بصراحه قليل، ولكن الملح كيدرونجي بزاف مشكله، وخصوصا الجن اللي دخل بالسحر باش يعطل وكذا ومن راه مشكله. دوك انت تبغيها دوك عشقتها، واش الباشا حمو
الباشا حمو يخطف له الحب ديالو انسان مشرد في الزنقه، راه مشكله هادي، راه مشكله مشكله، راه هاد الحب هذا راه ما خصوش يضيع. جيني الباشا حمو بغى واحد الانسيه، وعدني قال لي ندير معاك كلشي ونعاونك وندير فيك الخير، وبغيت الفلوس تدخل الفلوس، بغيت نضيعها انا هذا. انا مغدا نطلقوها، مغدا غادي نقول له طلق عليك هاد المراه اخويا، غادي ندبر لك حل. انا طلاق ما كانش بصح اطونسيو، سقت واحد الخبر لهادشي هذا. اطونسيو اطونسيو، يلا سير اسيدي. شحال من حاجه ذكرتها لي، واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه، احنا في خمسه زيد. ما بغيت، بغيتك تمشي منا فرحان، بغيت تمشي منا الصدر ديالك منشرح، الخير غادي ينزل عليك صبه نصبه ان شاء الله. زيدني هاني معاك. وسبحان الله ما عندكش مع الام الاخت ديالو. نخصه نخصه شداتك في القلب. هاد الام والاخت اللي مديرونجينك اخويا يبعدونا يبعدونا يبعدونا. سير الام والاخت ديالو ما يدوروش بيه في الدار، ما كان لا عيد كبير عندهم لا والو، لا عيد صغير لا عيد الفطر لا لا عيد العرش لا عيد، ما كانش ما يمشيوش. واه ولا لا؟ اسمو اخ دير لك مشكل هاد الام والاخت ديالو. مهم اختو نقلعهم اللائحه، هادو واحد الحاجه اللي ما خصهاش تبقى تدور في الدار، كاين ولا ما كايناش؟ الريحه ديالهم التصويره ديالهم المكالمه الو ما كان ممنوعه. كنسمع المكالمه كنجهل، تسمع المكالمه ديالهم وما كيهضروا معاك تجهل تجهل. مرا وبنتها مديرونشين حمو الباشا حمو يا ربي باشا حمو باشا حمو موختو زيد زيد كيفا تاختو الاخرى اللي مزوجه هادي اللي مزوجه كي سميتها فتيحة هادي تكرهها انت ما عندكش معها تبغضوها ما بغيهاش تفو معاك في الخط تفو ساليني الا قال حمو تفو حنا نقولو تفو كاين ولا ما كايناش كلمتك مسموعه واللي بغيتها هي اللي تكون السي حمو زيدني احمر باقي حوايجات اخرين الحاجه اللي ديرونجيك في حياتك في هذا الجسم هذا وكتعرضك لانك غادي تعيا وتخرج نحيدوها زيد زيد اخويا انا بغيت ندير لك كلشي خطره واحده ان شاء الله حتى تزيد اخي نحلف لك باللي خلق الشيطان حتى تزيد يلا يلا اللي خلق الشيطان براسو راه حنا نحلفوا به زير زيد هاني معاك تقدر تشرب هاد الدم نقدر نشرب هاد الدم طلبتها رخيصه بغيتها تشرب الدم ديال من علاش واش عندك نقص فيك فقر الدم بغيت شويه دم واش مريض فيك فقر الدم الريد بول بحال حنا نقولوا الريد بول تماما الله يحفظك السي باشا حمو بغيتها تشرب الدم ديال من تخير خويا عزل عندك الحق خويا تخير عليا لا خويا تعزل لي قول لي انت واش ذبحولك انت عفايت لهم ذبحولك حقاش كنت تدخل في اجسام اخرين شحال من جسم كاع عمرته شحال من جسم الالوف تاع الاجسام يعني راه سنين وانت عايش في هذه الارض عمرت الارض سنين دخلت في اجسام وخرجت من اجسام ودخلت في اجسام باشا حمو من لا يعرفه وانا نضربك نهز عليك يدي انا عندي 23 عام نهز عليك يدي نضربك انت 23 عام ديالي انا قضيتها انت واقيلا غير في كذا 23 عام قضيتها في وحده كلها قضيتها فاش غير في بنت انت 23 عام في عمرك اللي هي عمرك قضيتها غير في بنت نوض انا نضربك نوض انا نقرا عليك ونعذبك بالقران تعذبني بالقران فقط والضرب يعذبك القران والضرب اسيدي ما نضربكش ما قراش عليك تسليم اخويا تسليم عمرت الارض بزاف انت ما خصكش تنضرب انت تحفه انت خصك تندار كيما فرعون
خصهم يحنطوك ويحطوك تبقى تزار، بقاو يزوروك ناس يتبركوا بك. إن فرعون طغى في الأرض وجعل أعزة أهلها تبركوا ببركة. أنت تا وسخك بركة، خنونتك بركة، ترى نعمة عندنا في الأرض راها ضايعة. لا أنت اللي بحالك ما يضيعوش، خصهم شي يضيعوا الدم ديال من أخويا. قول لي تخير عليا، تشرط عليا دجاجة كحلة، صدمتني. قول لي تور، قول لي جمل، درجات. يا الله العظيم درجات، يعني بغيت تقول لي اليوم دجاجة كحلة، الدم ديال دجاجة كحلة موراها وشا. سبحان الله، انتم عندكم سنة التدرج، انتم كتشغل شوية بشوية هكا كتبديو مع الساحر ياك. في الاول اش كتطلبوا له؟ تقدر تطلب له غير الفلوس نتاع درهم كاع ياك، ومراه تطلب له الدجاج داك تاع الاحمر ديال 400 دورو ياك، ومراه عاد تطلب له الدجاج الابيض، ومراه تقدر تطلب له الدجاج الكحل. تدرج، من علمك؟ من علمك هذه الصنعه؟ كل شيء عندكم بالعقل تبارك الله. فتونا فتونا فتونا، قضيتوا على المسلمين. الشوافه جن، الشوافه مسكينه ما تعرفش كاع اسمها حتى شوافت، تلقى مها تضرب رصاص، تاهي تولي تضرب رصاص ياك، تاهي تولي تطرطق الرصاص وتضرب رصاص وتقلع العين. غدا مغدا يجيها جني يوحي لها شي تويشيه ديري هادي، غدا يجي عاوتاني يوحي لها شي تويشيه وشي لعيبه ديري هادي، يبقى غادي معها بالتدرج. تا تولي ديك مسكينه اللي كانت تضرب غير الخفيف وحاسبه الخفيف يقلع العين وفيه خير، وما هي ساحره ما هي والو، مسكينه غير تضرب الخفيف ورتوها لها ما عارفاش الحقيقه ديال الخفيف. تا تولي مسكينه سحاره ياك، واه ولا لا؟ اعترف ديالك هذا الشيء هذا، واه ولا لا؟ ديتها ضربت الخفيف، ها؟ ديتها ضربت الخفيف مزيان. قولي الدم اخويا ديال الدجاج كحله وخسير موراها واش بغيت؟ خلينا نقيدو لك هادشي، راه خصو يدون هادشي، راه خصو يدفع لكتاب كينيس ويحطو مراكم قياسي. كتاب كينيس راه مع البشر، ماراهش مع الجنون، خصو يشوف الجنون بالذكاء الخارق. كي دايرين عايشين في هاد الارض، كي دايرين معمرين هكا، كيديرو تلبسو بعقول الناس، كي كيديرو يوقعو الناس في السحر والدجل والشعوذه، كي كيديرو هاد الجن واش هو الاسرار نتاع الذبائح لغير الله في الاضريحه. اه وخص الناس تعرف، واه ولا لا؟ فهذا انت هادشي راه خصو يدون في كتاب كينيس، هادشي هذا راه هادشي راه هادشي راه خصو يدرس هادشي في الجامعات وفي المعاهد العليا، واه ولا لا؟ هاد الامراض اللي كيتسبوا بها الجن كلهم يقولوا خرافات، كلهم يقولوا خرافات، واخا كاع الناس كيقولوا الجن غير خرافات، هادشي غير خزعبيلات. نسوا باللي الرب نتاع الشيطان واش قال؟ واش قال؟ الجن والانس، سبحان الله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ربي خلق الجن والانس وعطاهم العقل والعقل ياك، والغريب في الامر ان الجن يعمروا العمر ديالهم اطول من عمر الانس ياك. كيما انت درك قلت لي عمرت اجساد 23 عام ديال عمرك قضيتها غير في مراه، انا قضيتها انت غير في مراه تنونش بها، كاع ما عقلتش عليها وقيله كاع، نجي انا نضربك ونقرا عليك. سير كمل سير. الدم ديال الدجاجه بغيت، دجاجه كحله زيد. تزين لك جسدها، بغيت الدم، الدم، الدم ديال الدجاجة كحلة وتزين لك الجسم ديالها. كتبقى تنعس بالليل كتنعس؟ اها لحقاش تبغيها، ولكن المشكلة انت راك باغيها قلت لي نبقى نقولها تزين لك وتنعس عريانة بالليل، والماكياج والمانيكير والبيديكير المشطة والريحة. قولي البارفان اللي تبغي، البارفان اللي تعجبك، لا الكول ولا المسك ولا العطر، واش بغيتنا نقولوا لها دير؟ كل شيء خصو تحط على النقط. ما يعجبكش العطر صافي نقول لها دير، تقدر لك المسك. المسك مليح؟ لا، واش نقولها تقدر لك؟ واش انا ريحه خفيفه بحال شي يكون تاع الكول اكيد، واخا سمي اللي تعجبك شي ريحه هكا. ما عندكش كاع مع الريحه؟ هو اخويا نقول هدي لك البخور، نعطيه واحد الميكان تاع البخور. ها انت سيدي ها اجي شم شم تشوف واش يعجبك. هذا البخور هذا كانت جابتي واحد المراه باش تقلع به العين، ها انت مسكينه وقلت لها ما تقلعيش به العين. ها انت اجي تشم، اجي نوض 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 عندي شم، ان شاء الله ما نحرمك. هاك شم شوف واش يعجبك، شم هذا الشتل هذا. اه صافي جاتك، غادي نقول لها به
غادي نعطيه لها انا دابا كاع كي نساليو الحصه نعطيه لها. نعطيه لها خويا ها هو هنا ها هو كي تسالي غادي نعطيه. نقول لها خويا انت ما تعجبك لا ريحه لا مسك لا بارفان الاشياء كاع النقيه النظيفه اللي فيها ريحه زكيه ما تعجبكش. لا خويا محقك محقك اخويا اختك الاخ الباشا ميمون الاخ الفاضل قلت لي الدم نتاع دجاجك حلا بغيتو مزيان نزيدو وتقد تزين لك وتنعس عريانه حيت انت عاشق حيت انت وشا عاشق يعني كاع البنات اللي عندهم جني عاشق الجني يبغيهم ينعسوا عريانات عليها مساكن كيحسوا بالحمان كيجيو عندي دوك البنات مسكينه تيقول لك راني نحس بالحراره ونتعرى ايوا وفكر وعصر لي مخك علاش وكيفاش واش هذا السحر فيه الحراره ولا حراره العين ولا حراره الحاسد ساعه هي واش شاغي هو الجني كيحسها بالحراره باش تزبط باش تعرى ياك واه باش تعرى محقك اخويا هذا هو العشق هذا هو الحب الغرام هذا هو العشق الممنوع القلب ديالك راه الله يحس العوان الحب الحب صعيب كاين ولا ما كايناش الحب راك تسوفري الحب راك تسوفري وراك تعاني الحب راك معذب على الحب دخلت معاك شحال من جني ثلاثة واه ولا لا واه السي الباشا حمو عيشة جاب الله وخرجناها بالقرآن وندمت علاش خرجتها واه ولا لا صراحة ندمت زيد لعندي هنا يا زيد ندمت ملي خرجت لك عيشة بالقرآن حتى انا ندمت وندمت عاوتاني حتى على ميمون علاش حيت خرجت لك بالقرآن واه ولا لا كارثة هادي بقيت غير انت واش مهاروش يا ميمون عيشة عيشة مولا تصدع في الراس والنغيز السفافد العيد الكبير شوا النغيز من الشياط في الراس يا روحي عند الطبيبة مدام فلانة قولي له يلقى لك الحل ودير لك الراديو لي ريمو سكانير يا مشات داروا لها لي ريمو مشا قالوا لها قال لها ما عندك والو الراس ديالها تنفخ كي الكرة نتاع الباسكيت ولا قد نهاك يتقوم فلا يتصاط واه مالها بمره منفوخه مالها تبرج لها كي الكره نتاع الباسكيت مسكين الله يحس العوان وساعات صدقت غير عيشه ولكن خرجت باش خرجت بالقران بكلام نتاع رب ابليس مشكله انا ندمت كاين شي طريقه باش نردوها ها باش تعرف شنو يدير نقول لك واحد الحاجه بيني وبينك نقولها لك هذه رجله راك تسمعني غير انت شتو كان انا منك نفرد بهذا الجسم من راسي حتى شمهروج ما نخليهش ما بغيتهمش شتو كان انا منك شت هذا الشمهروج هذا نطاكيه واش قاعد يدير في الجسم واش راه يدير يالله دير كي الاربيط هو كيقولها بفمه كيقول لك انا معلق ها فلان دخل ها فلان خرج ها فلان دار ها فلان الجزيره البث المباشر كيطلع هو يحكي لك كاع الاخبار عيشه ها واش دارت فلان ها واش دار وانت واش راك دير انا غير جالس نشوف اه واش واه ولا لا بث مباشر الجزيره في الجسم ديالها واه ولا لا اخويا هذا واش راه داير لك هذا فاضحك فاضحك ولا لا غير قول لي فاضحك ولا ما فاضحكش شكون اللي يعرفكم كاع بلي نتوما اربعه في الاول لو كان ما دارلكمش هاد الفرشه اه ولكن نقول لك واحد الحاجه ما تقدرش الخير كاع فاش كاين نفرد بوحدك حسن لك اخويا كاينه ولا لا كاينه ولا لا ما تقدرلوش علاش علاش ما تقدرلوش علاش ما تقدرلوش اعلى منك اوه مزيان بيزيدني علما ليح اخويا انا اكتفي غير بك نتايا حتى هو من بعد نهضر معاه الا شوف نقولك واحد الحاجه لقاو هادشي كله لقاو له حل شتا هادشي مهرجان نتعاون انا كون طاكيوه كي جاتك نطاكيوه تقعد بوحدك يعني غدا مغدا يقلب عليك يقلب حتى هو زينه ونعاس كاينه ولا لا يعني غير نخرج انايا وغادي يقلب خليني غير نخرج وغادي اه كيسمعني بلا راني نضغط عليك باش تخرج واش خليني غير نخرج انا وغادي يضغط اه يعني كيستنى الفرصه كيما خرجت عيشه وخرج ميمون كيستنى حمو يخرج الباشا حمو يخرج وما يبقاش العربيط يولي هو مول الشيء وما يبقاش المعلق يولي هو مول الشيء يبقى عطيها تخلويط
غادي شوف شوف تعرف شنو غادي دير؟ غادي نلقاو لهاد الشيء حل. نلقاو لهاد الشيء حل، هادشي كله نلقاو له حل. نهضروا على النقطه نتاع قضيه العشق، حيت انت كتبغيها وانت عاشق كتبغيها تعرى بالليل، والبنات كاع مساكين اللي عندهم جني عاشق ما كيعرفوش هاد النقطه، وبعض الرقات غفلوا عليها ياك. بعض الرقات الدراوش بحالي كيقولوا البنت اللي كتحس بالحراره في الليل كي كتبغي تنعس وكتعرى الحمان. شحال من بنت جات لعندي انا ما كنتش عارف، شحال من بنت جات لعندي ما تبتش الهضره ما توصلناش، ولكن قول ربي يزيدني علما. او غلط فهمت مشكله، الله بغينا نتعلموا ان شاء الله اكثر. ها يبغيو ينعسوهم بوحدهم وينعسوهم بوحدهم ويحسوهم بالحراره في الجسم. حتى المريضه مسكينه اللي عندها جني عاشق كتقول راه غير سحر، والحره ديال العين هادي ولا كذا ولا كذا تبقى تعرى البرد السم. سيبيريا. انا عندي بنت ساكنه في افرا نعرفها، راني كنهضر معها درك كتقول لك اخويا انا كنبات عريانة والسم نتاع البرد كلام. كيقولوا لها الرقات عندها عين وحسد، الحراره ديال العين راه كتفجر فيك يا وفجرنا الارض عيونا. الله المستعان، هذه نقطه زينه. يعني دوك اللي كيحسوا بالحراره واش خصهم يتغطاو؟ الا بغاو العاشق ما يديرش هذا الشيء، هذا واه ولا لا؟ بصراحه خصهم يتغطاو. ولكن انا كاع دوك البنات اللي كيحسوا بالحراره نقول لهم تعراو، كي جاتك نتعاونوا مع الشيطان، خصنا نقدموا ينفعنا. راه خطبه راه تستنانا الفوقه واه ولا لا؟ كاينه ولا لا؟ عشرة يدير الشيطان كاع هذا الشيء، يلاه عشرة يدير هذا الشيء كامل جهنم، حيت هو مجهنم واه ولا لا؟ حنا غادي نتعاونوا مع الشيطان، غادي نسهلوا الماموريه على العشاق الزونات اللي باغيين يزنيو وينعسوا مع بنات عباد الله واه ولا لا؟ البنت اللي غادي تجيني من اليوم غادي نقولها تزبطي، عندها جني عاشق نقولها تعراي واه ولا لا؟ نقولها تعراي، نقول لها جاتك الحراره تعراي، وبلا ما تجيك الحراره تعراي. كي جاتك مليحه ولا لا؟ وتزيني وتزوقي ولبسي وديري الكحل والماكياج والبودوري وتبخري وما كان غير الجاوي وصلابان ودفع البشر، مليحه ولا لا؟ نخدم الا درت انا هادشي واش غادي نوصل ولا ما نوصلش؟ الشيطان غادي ينزل لي الخير. اعيدك تعيدوني انا اعيدك بلي هادشي اللي غادي ندير. زيد قلت لي ذبح لي دجاجه، بغيت الدجاجه الدم ديال الدجاجه كحله. زيد واش اخر صافي هذا مكان وتبقى تعرى لك بالليل. تعرى بالليل هذا مكان. متأكد ما بقي شي حاجة أخرى؟ متأكد 100%؟ متأكد 100%. هذوك الأجسام اللي دخلت فيهم من قبل كنت مشي بهم عند الرقات وكانوا يوصلوا النتيجة ولا والو؟ والو. شحال مراقي قاعد دزت عنده في حياتك ملي تعقل على راسك وفقي؟ مئات الرقات والفقهاء في الأجسام اللي من قبل، وعلاش وفكاش كتخرج؟ فكاش كتخرج؟ ما كانوش الرقات في ذاك الوقت بزاف، الكتبة كانت غير الكتبة، ما كان غير جدول له وطلسم له، ما كان غير طبع وكاشي ودهن. يا قلبي على دهن. دهن وما أدراك ما دهن. ندهن جبد الجواد ياك، تفتح الأبواب. دهن وما أدراك ما دهن ياك. أدهن طلسمه وغمس في الغرفية مع الماء ودهن ياك. زيد أسيدي. يا ربي لك الحمد. نقول لك واحد الحاجة زينة، ما بقيش شي حاجة أخرى تقولها لي؟ لا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، اللهم عشني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع خبز الشعير، كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين ولا يوجد في بيته إلا الأسودان التمر والماء. اللهم يا ربي علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا ببركة القرآن، وأعنا ببركة القرآن، وانصرنا ببركة القرآن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا ربي، ودمر أعداك أعداء الدين. اللهم عليك بالسحرة جميعا، اللهم لا تقيم لهم ركنا ولا قائمة
ولا بيتا ولا دارا ولا قصرا. اللهم اجعل كيدهم بينهم وبين خدامهم وجندهم واتبعهم عظيم. اللهم يا رب السماوات السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الإنس وما زلت وما غوت. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة وخدامهم، اللهم عليك بالسحرة وجندهم، اللهم عليك بالسحرة واتباعهم. اللهم لا تقم لهم قائمة ولا تعيلهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم شتت شملهم. اللهم إنهم ذبحوا لغيرك وألقوا الدماء لغيرك وآذوا واعتدوا وزنوا. اللهم إن تركتهم يا رب في الأرض أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا قيوم إلى الأبد. اللهم أذلهم وأعشهم أذلة، وأمتهم أذلة، واحشرهم أذلة، وابعثهم أذلة. يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا قيوما إلى الأبد. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا ربنا ويا خلاقنا، يا علم كل سر وخفية، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا إله الأولين ويا إله الآخرين، يا رب السماوات والأرضين، يا من ترى الشيطان وظلمه وترى كل جانب وظلمه. اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول، لا خاب يا ربي من دعاك، ولا رب يا سيدي من رجاك، ولا رب يا سيدي من رجاك. يا الله 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 يا عالم كل سر وخفية، يا عالم كل سر وخفية، يا مجيب دعوة المضطرين، يا سامع الصرخات، يا مجيب الدعوات، يا رفيع الدرجات. إلهنا 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 إلهنا، اللهم عليك بالسحرة أجمعين، اللهم عليك بالسحرة أجمعين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالساحرين. يا من ترى كل ساحر، يا من ترى كل خائن، يا من ترى كل شيطان، يا سيد الأولين ويا سيد الآخرين. اللهم يا من ترى كل جان وسحر، يا من ترى كل جان كبير وسحر. اللهم سلط على أسحارهم أينما كانوا، أينما حلوا، أينما ارتحلوا. اللهم سلط على أسحارهم الطير والديدان والنمل والحشرات. يا الله يا الله يا الله، اللهم اغفر أسحارهم وافضح أسحارهم وألا أسحارهم وألا أسحارهم. يا رب افضح أسحارهم واغفر أسحارهم وألا أسحارهم وألا أسحارهم. يا الله الحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم احشرنا في زمرة المساكين، نحن نريد بالقرآن الخير والبركة، ويعم القرآن في بلاد والعباد، ويشفى الناس ويكون الشفاء، ونسأل الله أن يعذبنا بذنوبنا حتى يتعطل شفاء الناس. الحمد لله، المؤمن كيس فطن، تخفت علينا أشياء كثيرة ولم تظهر أشياء كثيرة، وبحمد الله وبتوفيق الله جل وعلا وبالعقل توضحت أمور كثيرة، وأتوعدك ووعد الصادق الأمين، وأسأل الله جل وعلا أن يسدد الرمي والخطى. أتوعدك بعذاب أليم، أتوعدك من أحببت الدماء وذهبت بها عند الساحر، يا من عمرت أجسام كثيرة سنين طويلة وأعوام عديدة ومديدة، يا من عطلت على النساء الزواج، وعطلت على النساء الحمل، وعطلت على الأطفال وعلى الشيوخ وعلى كل من على الأرض، عطلت عليهم العمل وعلى الشباب، كل جسم عمرته وآذيته وظلمته ستدفع الثمن غالي، ستدفع الثمن غالي على كل جسم سكنته وعمرته بقوة القرآن وبعظمة القرآن. إذا كان في الأزمان الغابرة وفي القرون الماضية الطلاسم والجداول ولم يكن رقات ولم يكن معالجون، فالآن بإذن الله سنتوكل على الله وسنستعين بالله وبقوة القرآن وبمشيئة رب الأرض والسماء، وستكون النصرة وستكون العون وسيكون التسديد إن شاء الله، وبإذن الله جل وعلا ستحرق وستعذب وستمسخ، وسينزل على القرآن صبا صبا، وستحرقك آيات الله جل وعلا، وستكون النصرة أنت ومن معك. فكما خرجت عيشة، وشكون خر؟
وحم سيخرج ميمون وشم هاروج. الله ناصرنا، الله ولينا، الله معنا، الله ربنا وسيدنا ومولانا. فما شاء كان، اللهم أغنانا إلا لحكمة، ما خلق الفقر والغنى إلا لحكمة. الحمد لله رب العالمين. اللهم لا بدخ ولا عطاء، اللهم احشرنا في زمرة المساكين، في زمرة الفقراء. أنا لست بغدار، مش كل غدار، أنا غدار لا، هذه الحيلة، هذا توفيق الله جل وعلا. لما يشاء ويأبى تأتي النصرة، هذا كله بإذن الله وبعون الله بتوفيق الله. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني ما لا أعلم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا من نصرت محمد في بدر، اللهم اهزمهم منصرنا عليهم. اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول، السحر استعان بالخدام والجن والشياطين. اللهم أعنا بملائكة غلاظ شداد لا يعصونك يا ربي ما أمرتهم ويفعلون ما يأمرون. اللهم يا رب السماوات والأراضين أعنا بجندك يا من لا يخلف وعدك، يا من لا يخلف وعدك. اللهم المدد 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 يا الله، المدد يا الله، غوثاه يا الله. نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يعلمنا البخور. هو إن شاء الله تعالى، وأي مسألة توصلنا إليها عطلت العلاج والشفاء، ستكون ضدك ولن تكون عليك، مفهوم؟ إن شاء الله ستتذوق معرضة الألم، وسينزل عليك القرآن أضعاف مضاعفة بإذن الله. فأسأل الله تكون القراءة والرقية من القلب ليس من الحنجرة، وتصل وتقر وتحرق وتعذب، مفهوم؟ اللهم لا تعذبنا بذنوبنا حتى يتعطل الشفاء. طلب الله عز وجل ما يعذبناش بالذنوب ديالنا حتى يتعطل الشفاء ديال الناس، ما يواخدناش إن شاء الله. الرقية شيء والحياة شيء. طلب الله عز وجل في هذا المكان يطرح البركة ويكون الشفاء، مفهوم؟ الحمد لله. أول مرة؟ أماذا أول مرة؟ أول مرة وشة؟ أول مرة وشة؟ أول مرة. أول مرة ماذا؟ رفع الصوت ديالك. أول مرة تستهزئوا بي. استهزئوا بك، عم استهزئوا بك قبل مني؟ ها؟ عمرك تقول بتي؟ عمرك تقول بتي؟ لا. عمرك تقول بتي؟ عمرك تقول بتي؟ عمرك عمر بالعربية تحشات لك. عمر بالعربية تغدرت. ياك. الحمد لله استفدنا منك. نقول لك واحد الحاجة؟ استفدنا الحمد لله، استفدنا انه قضيه ماشي قضيه عين الحسد الحراره اللي كتجي للبنات بالليل، ان الجن كيبغي يعريهم يحسهم بالحراره باش واش باش يزني. الحمد لله هذه نعمه، هذه معلومه ثمينه، الحمد لله رب العالمين. فهمت؟ انتهت الحصه وتوعدتك ب طيب باش كنت وعدك، كنت وعدك بالمراره تاع الالم، اتوعدك بالقران، أتوعدك بصلاة الفجر في وقتها، أتوعدك بأمور كثيرة إن شاء الله تعالى. تقية غادي تخرج العمر ديالك إن شاء الله تعالى، ستموت ببطء، مفهوم؟ أتوعدك بخير كثير إن شاء الله تعالى، أتوعدك بالملح في الغداء وفي الخبز في العشاء، أتوعدك بالرقية في الزيت بالليل، أتوعدك بسورة البقرة في كل ليلة وقراءة القرآن. أتوعدك بماذا؟ أنها غادي تغطى وغادي تنعس، وأنها ستنام مع زوجها مرغمة، وأن تنظر وتألم وتحصر. ستنام مع زوجها وستضاجع زوجها وستجامع زوجها لأنه زوجها وهو أولى منك يا زاني، إن الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. أتوعدك بشر كثير ينتظرك، أتوعدك أنها ما غاديش تشرب الدم، ستشرب ماء الرقية زمزم إن شاء الله تعالى. أتوعدك بأمور كثيرة، أتوعدك بالزيارة الدائمة لأم الأخت ديالو إن شاء الله تعالى. أتوعدك إن شاء الله بأمور كثيرة، أمور كثيرة إن شاء الله، وخصوصا صلاة الفجر والقرآن. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. أتوعدك أنها ما غاديش شوف، والخير قادم إن شاء الله. الله معنا، الله ناصرنا، الله ولينا، الله الله كل شيء. الحمد لله، والله نستشعر نعمة الإسلام وقوة الإسلام، ونتدبر حرارة الصلاة وقوة الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، نعلم أن وعد الله حق وأن وعد الشيطان مخلوف. الله أكبر، نعمة أم لا؟ خير أم لا؟ الحمد لله، الحمد لله خلقنا على الإسلام ونحن على الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام.
الله يعطينا غير ما نعرف. اللهم اجعل قوت آل محمد كفى في يومه هلاله ولا عليه. نعيش بالأمر البسيط ونبقى على الإسلام ونموت على الإسلام، وتكون حسن الخاتمة أفضل من النعم والبدخ والسيارة والدور والقصور. نعم أم لا؟ ماذا كنت شاك؟ ما غاديش ندير العقيدة؟ أن لن أغير عقيدتي ولا أتزحزح عن عقيدتي، وسأبقى على عقيدتي، وسأبقى على الواحد الأحد الفرد الصمد، وسأعبده ما دمت حيا، ونزيد مصلح الحال ديالي، وأتضرع إلى الله وأتقرب من الله ما استطعت، وأستغفر لما مضى حتى يأتي الله بالفرج والنصرة ويكون الشفاء، وخصا على من تعطل شفاؤهم مثل هذه البنت، وتعجل شفاؤهم وصل وجلوا بين الرقات وضيعوا المال والوقت. منهم من وقعت في السحر والدجلة باسم الرقية، منهم من استغلت في الكنوز والدفائن، منهم من اشتغل بها الدجالون والمشعوذون. الحمد لله نحن نشتغل بكلام الله، مخزن ديال السلاح، القذائف العشوائية، الضرب المبرح، الزلازل تنزل عليك. الحمد لله رب العالمين. وأختم وأقول سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا من كل ذنب وخطيئة ومعصية وكبيرة ولو لمن. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم علمنا من علمك الذي علمت به داود وسليمان، وانفعنا وزدنا فهما وعلما وتقوى وورع. اللهم اطرح البركة في القرآن حتى ينزل عليكم كالصواعق إن شاء الله تعالى. اللهم سدد الرمي والخطى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما شاء الله كان، وما شاء ربي وسيدي كان، وما شاء مولاي كان. لا إله إلا الله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ما كان من صواب فمنك وحدك، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، والله أعلى وأعلم. طلب الله عز وجل يغفر إذا كانت زلة لسان أو خطأ في الكلام أو فصاحة اللسان. طلب الله عز وجل يتجاوز عنا ويغفرنا ويسدد الرمي الخطأ. لا إله إلا